بعض فطاير الطاسة بدون عجن وبدون فرد بطريقة سهلة جدا وبحشوة اقتصادية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطاير سهلة جدا بدون عجن ولا فرد ولا فرن، هنعملها بحشوة اقتصادية. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح وكوبايتين مية، واخدة العيار بنفس الكوباية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق أو بولة، هنزل كوبايتين الدقيق اللي عليهم رشة ملح وعليهم كوبايتين المية، وهضرب كويس جدا بالمضرب اليدوي. مفيش أسهل من كده، هقلبهم واضربهم كويس لحد ما يختفي الدقيق وما يبقاش فيه اي تكتلات. خلاص قلبت الخليط بتاعي كويس جدا، شايفين القوام حلو قوي ومفيش اي تكتلات من الدقيق. اخلي العجينة ترتاح على جنب لمدة 10 دقايق وهنعمل مع بعض الحشو. المقادير اللي معايا ربع فرخة، ده ربع صدر فضل معايا من امبارح، ومعايا بصلاية وطماطماية وفلفلة رومي متخرطين زي ما انتوا شايفين، ومعلقة كبيرة خل أبيض وملح وفلفل أسود وشطة. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هفصص ربع الفرخة اللي معايا، أي ربع صدر وركة اللي موجود عندك هنفصصه. خلاص فصصت ربع الفرخة، دلوقتي هحط طاسة على النار وهحط فيها معلقتين كبار زيت. حطيت طاسة على النار وحطيت فيها معلقتين كبار زيت، الزيت سخن، هنزل بالخضار اللي عندي البصل والطماطم والفلفل الرومي، اشوحهم تشويحة خفيفة. خفيفة كده يا دوبك بس الخضار يدبل. هبهر الخضار بالملح والفلفل الأسود والشطة. حلو قوي كده الخضار دبل، بس مش عاوزاه يدبل قوي، انا بحبه يقرش كده. هنزل بربع الفرخه اللي فصصتها وهقلب الفراخ مع الخضار عشان تاخد من نفس الطعم، وهنزل بمعلقه كبيره خل ابيض. معلقة كبيرة خل أبيض. هخلي الفراخ مع الخضار كده على النار لمدة 2 3 دقايق عشان تاخد من نفس الطعم. خلاص كده تمام، سبت الفراخ 2 دقايق مع الخضار على النار، هطفي عليها وكده الشاورما بتاعتي جاهزة. هسيب الحشوة تبرد وهنروح مع بعض نعمل الفطاير على النار. حطيت الطاسة على نار وسط ومسحتها بمسحة خفيفة من الزيت. الطاسة تسخن وهننزل بأول فطيرة معانا. الطاسة سخنت، هنزل دلوقتي بالفطاير على طول وهفردها في الطاسة زي الكريب. بسيبها تستوي على الوش الاول، وبعدين بعد ما تستوي بعرف ازاي
بتنشف من فوق زي ما انتوا شايفين كده اهي بتنشف. اول ما تنشف هقلبها على الوش التاني، هقلبها على الوش التاني. تاخد لون وبعدين هطلعها، هطلعها على طول على فوطة واغطيها. اخدت لون زي ما انتوا شايفين. طلعها على طول على فوطة، بغطيها بالفوطة عشان تفضل طرية. خلاص الفطاير بتاعتي خلصتها وطلعتها على فوطة زي ما انتوا شايفين وغطيتها بالفوطة، طرية جدا اهو. هنحشيها مع بعض. هحط الفطيرة على الوش اللي واخد لون وهحشيها، مش هحشيها كتير، هحشيها شوية صغيرين عشان اعرف اقفلها. بس كده وهقفلها زي الساندوتش، شايفين كده بالمنظر ده، وبضغط عليها عشان ما تفكش. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. حشيت الفطاير زي ما انتوا شايفين. هنروح مع بعض على الطاسة وهوريكم هعمل ايه. حطيت الطاسة على النار وحطيت فيها مسحة خفيفة من الزيت، الطاسة تسخن وهنزل الفطاير. الطاسة سخنت، هنزل الفطاير على القفلة، بتك عليهم. بضغط على الفطاير زي ما انتوا شايفين، اول ما تنشف على الوش ده بقلبها على الوش التاني. خلاص كده تمام، هقلبهم على الوش التاني، شايفين بياخدوا لون اهو يا حبايب قلبي. فطاير الطاسه بعد ما خلصت بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل فطاير الطاسه بالحشوه الاقتصاديه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.